السلام عليكم أحبتي طلاب الصف الثامن. درس اليوم إن شاء الله هو الوقف. فما هو الوقف؟ وما حكمه؟ وما الحكمة منه؟ وما هي أركانه؟ وما هي شروطه؟ بسم الله نبدأ. الوقف هو باب من أبواب الخير العظيمة، ومثال ذلك أن يخصص شخص إيراد أو عقار أو غيره من الأموال المباحة شرعا لأعمال الخير فقط، ولا يصح بيعها ولا توريثها. إذن تعريف الوقف هو تخصيص إيراد عقار أو غيره من الأموال المباحة شرعا لأعمال الخير فقط، ولا يصح بيعها ولا توريثها. ما حكم الوقف؟ الحكم الوقف مستحب في الشريعة، وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وخير مثال على ذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما اشترى بئر روما من اليهودي وجعله وقفا للمسلمين، وما زال بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه وقفا إلى وقتنا الحالي. للوقف ثلاثة أركان، وهي الواقف، الموقوف، والموقوف عليه. الواقف هو الشخص الذي يخصص الإيراد من ممتلكاته. الموقوف هو الإيراد نفسه. الموقوف عليه هو وجوه الخير الذي يتم الإنفاق عليه من طلبة علم، فقراء، مساكين، أيتام وغيره. لا يشترط أن يكون الوقف على المساجد، لأن الفكرة في الوقف هو خدمة أبناء المجتمع. ما الحكمة من مشروعية الوقف؟ الحكمة من مشروعية الوقف هي خدمة المجتمع وأبنائه، وهي باب من أبواب الخير وصدقة جارية. من يقوم في الوقف أو بتنفيذ الوقف؟ الذي ينفذ الوقف يجب أن تكون جهة رسمية، وهذه الجهة الرسمية هي وزارة الأوقاف الإسلامية، وهم من يتولون شؤون الوقف. يقسم الوقف إلى قسمان، وقف خيري ووقف ذري. الوقف الخيري هو ما ذكرته سابقا من أعمال الخير كالفقراء والمساكين والأيتام وطلبة العلم وغيرهم. أما الوقف الذري فلنعرف أولا ماذا تعني ذري. ذري نسبة إلى الذرية، وهم الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد. إذا يكون هذا الوقف للأبناء وأحفادهم وأحفاد الأحفاد وهكذا. في حالة أن هذا الوقف احتاج إلى صيانة أو ترميم، هل يجوز بيعه أو استبداله أو أخذ من أمواله؟ يجوز في حالة واحدة، إذا كان بحاجة إلى صيانة أو إعادة ترميم عليه، يؤخذ من إيرادات الوقف. للوقف عدة شروط وأحكام. الشرط الأول أن يكون الواقف بالغ عاقل قادر على التصرف بالمال، أي يخرج منها الصبي لا يجوز أو المجنون. أن يكون الموقوف ملكا للواقف معلوما ومباحا، لا يجوز أن أقول هذه العمارة وقف وأنا لا أملكها. أن يكون الوقف دائما وليس مؤقتا بمدة محددة، أي لا يجوز أن أقول هذه العمارة سوف أوقفها لمدة سنة. لا يجوز، يجب أن تكون دائما وليس بوقت محدد. لا يحق لأحد التصرف فيها بيعا أو هبة أو تمليكا، فلا يجوز للواقف أو الورثة أن يتصرفوا فيها كما ذكرنا سابقا. هكذا تم توضيح الدرس. هذه إجابة الأسئلة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.